الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان، والفقرة الحوارية الثانية والأخيرة من برنامج الأهلي الليلة النهاردة في نهاية الأسبوع. وبالتأكيد خلاص خلال الساعات القادمة لا حديث سيعلو على مباراة الأهلي وصن داونز في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا. مباراة صعبة، مباراة حاسمة، مباراة فيها تفاصيل كتير قوي لو قعدنا نتكلم فيها من النهاردة لغاية يوم السبت، فيها عناوين كتير ممكن نتكلم فيها. مباراة يوم السبت نقدر نقول مقياس ومعيار لأمور كتير حصلت على مدار هذا الأسبوع بتبين شخصية وقيمة ومكانة النادي الأهلي بشكل كبير جدا. مثل هذه المباريات ممكن تضع لها عناوين كثيرة، لكن مباراة الأهلي يوم السبت القادم في استاد برج العرب إن شاء الله في تمام الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة، عنوانها الرئيسي هي مباراة الثقة والضغوط. الثقة والضغوط لها معاني كثيرة في هذا الشأن، لكن الثقة، ثقة جمهور النادي الأهلي في لعبته وفي جهاز الفن وفرقته، وده اترجم بشكل إيجابي في مباراة مصر المقاصة في الدوري، والحالة المعنوية والشحن المعنوي الإيجابي من الجمهور بشكل كبير جدا، واللي ظهر في ملعب بترو سبورت في مباراة المقاصة، واللي ظهر أكتر كمان في مباريات فريق الكرة الطائرة على صالة الأمير عبدالله الفيصل، والرسائل الإيجابية اللي أرسلتها جماهير النادي الأهلي في كل مكان. مباراة الضغوط لأنها مباراة تأتي بعد خسارة مباراة الذهاب بنتيجة لم يكن يتوقعها أحد، وإذا أقيمت هذه المباراة أكثر من مرة لن تحدث مثل هذه النتائج مرة أخرى. وبالتالي مباراة الأهلي وصن داونز يوم السبت القادم هي مباراة تحمل عنوان هي مباراة الثقة والضغوط، لكن في نفس الوقت الجهاز الفني واللاعبين لديهم حماس كبير جدا للدفاع عن قيمة ومكانة النادي الأهلي، وقبل ذلك الدفاع عن أنفسهم لتقديم مباراة كبيرة وقوية بالتأكيد هتكون زلزال في القارة الإفريقية الكل سيتحدث عنها، والكل سيتحدث عنها بالتأكيد خلال السنوات القادمة. الأهلي يقدر؟ الأهلي يقدر بإذن الله. الأهلي يقدر بشخصيته، بمكانته، بقدرات لاعبيه، بإمكانيات الجهاز الفني، بالشحن الجماهيري الكبير، والجمهور بإذن الله اللي ضرب مثل كبير جدا في الحضور منذ الأمس وحتى صباح الساعات الأولى من النهاردة لشراء التذاكر الخاصة بهذه المباراة. الأهلي يقدر بالتأكيد، لأن الأهلي يقدر بالفعل حسب تصريحات الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة اللي قال فيها أن الأهلي هيلعب هذه المباراة بشخصيته وبتاريخه الكبير. الكرة المصرية خلال الفترة الأخيرة فقدت شخصيتها، شخصية الكرة المصرية فقدتها لما الأهلي فقد شخصيته بسبب غياب الجمهور. دايما الكل بيتكلم عن غياب الجمهور بيأثر بشكل كبير جدا على مباريات كرة القدم، لكن النادي الأهلي تحديدا غياب الجمهور مؤثر بشكل للأسف سلبي خلال الفترة الأخيرة، وبالتالي الكل كان بيتحدث عن عودة الجمهور خلال الفترة القادمة، ولما لا استاد برج العرب يكون فيه مساحة كبيرة جدا من جماهير الكرة المصرية وجماهير النادي الأهلي بشكل خاص عشان تشجع الفريق في هذه المباراة الحماسية. دي كانت عناوين سريعة حبيت ألم بها الموضوع المتعلق بهذه المباراة، وحبيت بس أوضح شوية عناوين تفصيلية لما ظهر خلال هذا الأسبوع وما سيكتب وما سيظهر خلال ال 48 ساعة القادمة قبل مباراة صن داونز إن شاء الله يوم السبت في إياب الدور ربع النهائي. هذه العناوين بالتأكيد هتكون محور حديثنا في هذه الفقرة اللي بيشرفني وبينورني فيها الكابتن حسين شكري أحد نجوم النادي الأهلي السابقين، واللي بالتأكيد متواجد معنا في قطاع البراعم وقطاع الناشئين. إن شاء الله خلال الفترة القادمة أيضا نشوف قطاع ناشئين متميز من خلال لاعبين سابقين ظهروا بشكل جيد في فترة زمنية، وتحديدا فترة التسعينات اللي كان فيها تميز وتألق لعدد كبير جدا من لاعبي النادي الأهلي. كابتن حسين منورنا ومشرفنا في قناة الأهلي. أهلا بحضرتك أستاذ محمد، وأهلا بالسادة المشاهدين، ومبسوط إن أنا موجود مع حضرتك وفي وسط عائلة النادي الأهلي. أكيد الشرف لينا، ودي عناوين حبينا نذكرها في البداية، لأن فكرة كمان إن احنا عاملين هاشتاج جمهوركم معاكم. جمهوركم معاكم ده الرسالة الإيجابية اللي ظهرت من جمهور النادي الأهلي خلال الفترة الأخيرة، والرسالة الإيجابية اللي ظهرت كمان وأثر إيجابي كان على اللعيبة في مباراة مصر المقاصة. العناوين اللي اتكلمنا فيها في بداية هذه الفقرة وتقديمة هذه المباراة من وجهة نظرك شايفها إزاي يا كابتن حسين؟ وما من المفترض ان يحدث خلال ال 48 ساعه القادمه قبل هذه المباراه المهمه؟ بص حضرتك، انت يعني قدمت مقدمه ما شاء الله كويسه جدا. النادي الاهلي لما على مدار تاريخه سلاحك الاول قبل اي حاجه بعد ربنا سبحانه وتعالى جمهورك، واخد بال حضرتك؟ النادي الاهلي من اكتر الناس اللي اتاثرت في الفتره اللي فاتت دي كلها ان عدم دخول الجمهور او عدم تواجد الجمهور مع النادي الاهلي، واخد بال حضرتك؟ احنا اكتر ناس يعني ما مش مستفيدين من عدم وجود الجمهور. فان شاء الله باذن الله، لان دايما انا بقول كده ليه؟ لان دايما جمهور النادي الاهلي السند، وسند حقيقي بغض النظر عن نتائج، بغض النظر عن اي حاجه، سند. انت عمرك ما شفت الحمد لله رب العالمين على مدار فتره طويله جدا
ان جمهور اساء للاعيبه النادي الاهلي، حتى لو في ظروف عندنا الامور مش تمام او الامور مش ماشيه معانا كويسه والكلام ده كله، برضو الجمهور بتاعنا السند لينا بعد ربنا سبحانه وتعالى. فبتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله مباراه يوم السبت ديت ان احنا نخرج بغض النظر عن النتيجه وكلامنا كله، واحنا بنتكلم او انا بتكلم مع حضرتك دلوقتي هنسيب النتيجه على جنب شويه. انا بتمنى من ربنا سواء الجمهور النادي الاهلي طول عمره راسه مرفوعه فوق، عايز اللعيبه كلها بالجهاز بالجمهور تخرج راسك فوق بغض النظر عن النتيجه، ولازم تبقى الجمهور عارف كده واللعيبه عارفه كده كويس. احنا فقدنا في المباراه الاولانيه ميزه طول عمرنا عايشين بيها، الروح القتاليه، وزي ما حضرتك قلت برضو ان اللي حصل دوت ما بيحصلش في التاريخ كتير، ما بيحصلش النادي الاهلي، واخد بال حضرتك؟ فهنقول رب ضاره نافعه، ظرف وحصل او مباراه وعدت نستفاد منها بحاجات كتيره ان شاء الله باذن الله بامر الله. فبتمنى ان شاء الله باذن الله يوم السبت ان اللعيبه يخلونا كلنا مبسوطين من الاداء من الروح. الحاجه اللي احنا فقدناها في المباراه الاولانيه هناك الروح القتاليه بتاعت النادي الاهلي اللي احنا متعودين عليها في النادي الاهلي، ان احنا نلاقيها ان شاء الله بامر الله يوم السبت ان شاء الله باذن الله. اكيد خلال الساعتين الاخيرتين السوشيال ميديا كلها بتتكلم عن كره القدم فيها متغيرات كتيره. بالظبط. وما حدث خلال الساعات الماضيه عن خساره الاهلي امام سان داونز والاستعداد لمباراه مصر المقص وتصدير او البعض قد يحاول تصدير صوره سلبيه لهدم المعبد بالكامل، بقى خلاص يعني بعض المغردين يعني بيستغلوا هذه الاحداث لهدم المعبد بالكامل، لكن بتفوز امبارح على مصر المقصه، بتتصدر الدوري وبتتصدر الدوري فعليا مش قبل مباراه الزمالك ب 24 ساعه، النهارده الزمالك خسر من المصري بهدفين مقابل هدف، فبالتالي تصدرت المسابقه بشكل رسمي، والاول مره الاهلي بيتصدر الدوري بعد تساوي المباريات بينه وما بين غريمه التقليدي نادي الزمالك في المركز الاول والثاني. هذا التصدر اقدر اقول دفعه ايجابيه رغم من اختلاف الدوافع ما بين البطولتين، لكن على الاقل حتى كجمهور النادي الاهلي اللي رسالته دايما بتوصل للاعيبه، لان اللعيبه دايما يعني منشغله او بتسمع او بتقرا او حتى بتحتك بالناس في الشارع، لكن انت بتصدر الدوري قبل مباراه سان داونز يوم السبت، ده ممكن يخلق دافع ايجابي انك ان شاء الله متغيرات كره القدم اللي بتحصل تساعد ان مباراه يوم السبت ايضا تحدث متغيرات وتقدر تعمل نتيجه ايجابيه. بالظبط، متغيرات في الكره موجوده، مش يعني الكره الثوابت بتاعتها مش كتيره، قليله جدا الثوابت في نرجع لموضوع الجمهور، الجمهور بتاع النادي الاهلي واعي، لما كانت ناس بتصدر لنا يعني بشكل يعني سواء مباشر او مباشر او بقصد او من غير قصد بيعملوا لنا يعني زي ما بيقولوا تكسير مقاديف للنادي الاهلي، واخد بقى حضرتك؟ تكسير عظام. تكسير عظام. النادي الاهلي جمهوره بادارته بلاعيبته بكل المنظومه كلها ناس واعيه، ناس عارفه. واكبر دليل على كده ارجع في الوقت اللي كان النادي الاهلي فيه ناس كتيره بتصدر لنا الموضوع دوت، تصريح كابتن سيد ابو حفيظ لما قال احنا في الاخر اللي يضحك او العبره بالخواتيم، العبره بالنهايه، واخد بقى حضرتك ازاي؟ قال ان احنا هنتصدر الدوري، وكان الكلام دوت كان سابق لواني، كان فاضل حوالي تقريبا في الدوري النادي الاهلي كان ناقص كان ناقص كمان حوالي اربع خمس مباريات او حاجه زي كده اهوت، وكان الناس عماله تقول لك ده الاخير ده هينزل ده يعني الكلام اللي مش تمام دوت. كابتن سيد ابو حفيظ راجل عارف امكانيات فريقه ايه، عارف هو في نادي ايه، عارف التاريخ بيقول ايه، قال احنا ان شاء الله باذن الله بعد شويه ان احنا هنبقى متصدرين الدوري. الحمد لله رب العالمين، النهارده واحنا بنتكلم وانا بتكلم مع حضرتك اهو احنا متصدرين الدوري، ولا فرق اهداف ولا فرق اي حاجه، ولا مؤجلات بقى ولا ناس كانت بتتخانق ولا الكلام ده كله، الحمد لله رب العالمين احنا متصدرين الدوري، ان شاء الله باذن الله هنتصدر لنهايه المسابقه بامر الله وهنفوز ببطوله الدوري ان شاء الله باذن الله. يخلق دوافع ايجابيه عند اللعيبه؟ طبعا. بمعنى؟ بمعنى انا كان محطوط عليا ضغط الفتره اللي فاتت بالمباراه اللي هي تعتبر سلبيه اللي فاتت ديت، وكان عليا لود تاني برضو مباراه الدوري العام ان انا مش متصدر، ودي حاله ما بتحصلش كتير للنادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي او النادي الاهلي كله بجماهيره بكل الطوائف بتاعه النادي الاهلي ومحبين النادي الاهلي رافضين القصه ان انت تكون اي حاجه غير المركز الاول. انت دلوقتي بقيت في المركز الاول هتبقى في نوع ارتياحيه شويه بالنسبه للجمهور.
المفروض ان هو بيخلق دوافع عند اللعيبه بقى. لما نيجي نتكلم بقى كلاعيبه كوره او ناس متخصصه في الكوره بتخلق دوافع كبيره جدا للمباراه القادمه ان شاء الله باذن الله. برضو هرجع تاني وهقول لحضرتك ان الروح اللي احنا شفناها اول امبارح في المباراه بتاعه المقصه مباراه امبارح بالظبط. لما تبصش على اللعيبه اللي في الملعب بص على الدكه بره عامله ازاي، بص الروح بتاعه اللعيبه الموجوده عامله ازاي. لا واسف للمقاطعه كابتن حسين، مش الدكه بس واللي بره كمان في المقصوره. انا بقول لحضرتك سعد سمير كان موجود، حسام عاشور حضر وكان بالزبط. موجود وهو مش موجود في المباراه. شريف اكرامي لا، عدد كبير جدا من اللعيبه امبارح ما كانتش موجوده في السكور، لا اساسي ولا احتياطي. والاول مره من فتره كبيره اشوف حتى معظم اللعيبه اللي مش في الماتش. وليد سليمان امبارح كان موجود حتى في المقصوره الرئيسيه، يعني بالظبط. ده بيديك كلفه كده، ده بيديك مؤشر او بيديك رساله ان الناس ديت عارفه هي رايحه فين. ان الناس ديت قلبها على قلب رجل واحد، ودي سمه النادي الاهلي ان شاء الله بامر الله ربنا يكملها بالستر ان شاء الله باذن الله يوم السبت، ونقدم مباراه كويسه برجوله وبجدعنه ونخرج ان شاء الله زي ما النادي الاهلي طول عمره راسه مرفوعه. ان شاء الله هنخرج من الملعب بغض النظر عن النتيجه، بغض النظر عن اي حاجه، ان احنا ان شاء الله هنخرج من الملعب راسنا مرفوعه بامر الله. قبل ما اكمل الجزء الفني، ما ينفعش وانا بتكلم في مقدمه هذه الفقره او الحلقه وانا حطيت عناوين رئيسيه لهذه المباراه، اتكلمت عن فكرة ان الكرة المصرية فقدت شخصيتها خلال السنوات الأخيرة، وده ان دل على شيء بيدل على خسارة ثلاث نهائيات في 2016 17 18 سواء للأهلي او للزمالك، وده ان دل على شيء بيدل بسبب ان الأندية الكبيرة فقدت شخصيتها بسبب عدم حضور جمهورها. بالظبط. الملحمة اللي انا شفتها النهاردة على المستوى الشخصي من غير بقى ما حد يشير صور او حد يكلمك ويقول لك انا شفت كذا، لا انت بنفسك النهارده وانت جاي حتى في مشوار او رايح في اي مكان وبتلف كده على المنافذ او قدام النادي الاهلي، شفت ملحمه الجمهور في كل مكان، او حتى في اسكندريه الجمهور متشوق وكانها مباراه نهائيه وانت رايح تستلم الكاس. ملحمه الجمهور دي انت ازاي كلاعب بقى ممكن تستغلها وتكون دافع ايجابي ليك في المباراه القادمه؟ بص هقول لحضرتك حاجه، لما تبقى في مباراه بالشكل ده بالظروف اللي حصلت دي بالنتيجه اللي حصلت ديت والجمهور، يعني مش عايز اقول مش عايز ابالغ، بس ان الناس بتتقاتل على ان هي تجيب تذكره عشان تحضر المباراه، تعرف ان انت قد ايه الناس ديت واعيه والناس ديت فاهمه كويس والناس دي عارفه قيمه النادي الاهلي ايه وشخصيه النادي الاهلي ايه، وعارفه ان اللي حصل ده ظرف ما يكررش، ظرف طارئ حصل ما بيكررش كتير، فهم جايين داعم للنادي الاهلي لانه عارفين ومتاكدين وثقتهم كبيره جدا في الكيان ده بيعمل ايه، وان ما فيش حاجه مستحيله بالنسبه للنادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي، سواء نتيجه سلبيه او نتيجه كبيره او ايا كان، زي ما بنتكلم الناس دي عندها ثقه في ربنا سبحانه وتعالى وفي النادي ده او في اللعيبه اللي موجوده دي او في الاداره اللي موجوده ديت، واخد بقى حضرتك. وزي ما كنا بنتكلم من شويه برضو ان اللعيبه اللي موجوده احنا لسه بنتكلم على الروح عامله ازاي، ان اللعيبه اللي بره الاسكور او اللعيبه المصابه، وطبعا انا اسف معلش يعني رب يعني كابتن سعد سمير ربنا يشفيه ويعافيه ان شاء الله ويرجع بألف سلامه، والناس المصابه اللي باقيه وكريم نيدفيد كمان للاسف ان شاء الله ان شاء الله باذن الله يرجعوا بألف سلامه. لما تبقى الروح ديت موجوده ومع الجمهور والكلام ده كله، لا انت ده مؤشر زي ما بقول لحضرتك ان شاء الله باذن الله هنشوف حاجه كويسه يوم السبت بامر الله ان شاء الله باذن الله. تمام. اتفرجت على مباراه المقصه امبارح، شفت المكسب ازاي من وجهه نظرك الفنيه؟ والله انا يعني قبل الاداء الفني بصيت على الروح، ده اللي يهمني، لان انا برضو معلش وانا بتفرج على ماتش المقصه انا عيني على ماتش يوم السبت. بالنسبه لي بيمثل اهميه كبيره جدا، طبعا ماتش المقصه مهم جدا وبسببه الحمد لله ان احنا تصدرنا الدوري، فكان عيني برضو على الروح هتبقى عامله ازاي والالفه بين اللعيبه وبين الجهاز وبين الجمهور هتبقى عامله ازاي عشان يوم السبت ان شاء الله باذن الله. النادي الاهلي قدم مباراه كويسه، كافح بشكل كويس، اللعيبه اللي موجوده سواء احنا ما شاء الله احنا عندنا بدل فرقه فرقتين وثلاثه، يعني وده ظهر اللعيبه موجوده محمود وحيد واداء حمدي فتحي، الجراءه كمان اللي عند الجهاز الفني ان هو يلعب مباراه الاتحاد ويلعب المباراه بتاعه المقصه، وهم مباراتين مهمين جدا في مشوارك ان انت تاخد ان شاء الله باذن الله الدوري، ان انت يبقى عندك الجراءه دي انت عندك ثقه كبيره جدا في اللعيبه وعندك لعيبه امكانياتها تسمح ان اي حد يبقى موجود وبيلعب وان هو يقدر ان هو يحقق مكسب او يحقق نتيجه كويسه، واخد بقى حضرتك. ف اللي احنا بنتمناه ان شاء الله باذن الله من الجمهور بقى
ان انت هتقف مع النادي من اول دقيقه لاخر دقيقه، بغض النظر عن النتيجه، بغض النظر عن اي حاجه. احنا تشجيع. كلنا بالظبط، مفيش اي حاجه تاني غير ان احنا بنشجع فرقتنا من اول دقيقه لاخر دقيقه ان شاء الله باذن الله. تمام. وتكون عندك ثقه في ربنا سبحانه وتعالى ان مفيش حاجه مستحيله في الكوره، مفيش حاجه صعبه في الكوره. انا يعني لو اتكلمنا وحبينا يعني زي ما بتتكلم حضرتك في موضوع المتغيرات والكلام ده كله، يعني انا عندي سيناريو طبعا، يعني الجهاز الفني هو ادرى مني بالكلام ده كله في المتغيرات بتاعه المباراه نفسها. انا ممكن اعمل سيناريو ليا انا كحافز بالنسبه لي اللي هو نقطه فنيه، يعني مش انا طبعا انا ما اقدرش ان انا اعدل على الجهاز او اللي هم اضرب بكل حاجه. وجهه نظري انا اني انا ممكن استغل ان احنا نلعب زياده عدديه، بمعنى انا عندي لعيبه مهاريه، عندي رمضان صبحي، عندي اجاييه، عندي ناصر ماهر، اللعيبه الحريفه اللي احنا زي ما بنقول الكلام ده كله في بدايات المباراه اتعلمنا احنا واحنا صغيرين او واحنا بنلعب كوره في ماتشات اللي هي بتبقى النتائج فيها بتبقى يعني مبالغ فيها شويه والكلام ده كله، ان انا اقدر ان انا اقول لرمضان مثلا عند الباك رايت اول ما تستلم الكوره روح له. انت راجل مهاري بتعدي، واخد بال حضرتك ازاي؟ طب اللعيب اللي انا الجون ده ما ينفعش اعديه واحنا بنتكلم على موضوع اللعيبه المهاريه، لان في مهاره التسديد بالراس، ودي مهاره يعني عند عدد قليل بس حمدي فتحي بيتميز فيها. وفي ام بي يعني نفس الجون ده لو هتعيد لحمدي فتحي قبل ما يجي النادي الاهلي ده من قبل ام بي كمان، ده من ايام دمنهور. اه بالظبط، هو متميز في الحته دي بالظبط وفي المكان ده بالذات، يعني عنده اهداف كتيره جدا في المكان ده، ربنا يحفظه ويصونه. انا فاكر في التوقيت ده كان ساعتها الكابتن وائل جمعه كان مدير كره في الاهلي، وكان الكابتن محمد عمر هو المدير الفني لدمنهور، لفت انتباه الكابتن وائل جمعه اداء حمدي فتحي مع دمنهور وتسديده بالراس وتحركاته في وسط الملعب. متميز فعلا وبيتميز فيها من زمان. بالظبط متميز فيها، وزي ما حضرتك زي ما بقول لحضرتك برضو لو جبنا برضو في الموسم ده تقريبا مع 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 انبي برضو احرز هدف او هدفين بنفس الشكل او بنفس الاسلوب دوت، ويمكن نفس المكان كمان بالظبط، يعني اوفر من ناحيه اليمين كده بالشكل ده منطقه هو بيعرف يتمركز بين الجزاء والستة ياردة بيعرف يجيب جون الحته دي كويسه. واوفر محمود وحيد، لان اداء محمود وحيد امبارح الناس كانت مبسوطه في ظل غياب علي معلول نتيجه الانذار الثالث، وايمن اشرف يعني الجهاز الفني فضل ان هو يريحه، فكان في تحدي عند محمود وحيد في المكان ده تحديدا، ظهر واجاد بشكل متميز جدا جدا جدا، ولسه عنده كتير، هي بالزبط. مش التقييم من مباراه واحده بس لسه عنده كتير، لكن شخصيه اللاعب هنا بتظهر في مباراه زي دي يا كابتن حسين، والاداء اللي ظهر بيه مع النادي الاهلي امبارح خلاص هو دخل جوه المنظومه بتاعه النادي الاهلي. اللي لعب في النادي الاهلي يعرف القصه دي كلها، انت بتقعد بتحارب وبتقاتل سواء بتلعب او ما بتلعبش طول الموسم في التدريب عشان لما تجيلك الفرصه تبقى بالشكل ده. هو خلاص دخل الراجل دخل يعني احنا لما نتكلم على حمدي فتحي تقريبا ما لعبش السنه دي ولا مباراه تقريبا، لا لعب عدد من المباريات بس قليل جدا. مش بصفه اساسيه، واخد بال حضرتك ازاي؟ لما ينزل وبيأدي الاداء ده وبالشكل دوت ومباراه كامله، لا يعني ما شاء الله عليه ربنا يحفظه. وزي ما كنا بنتكلم برضو من شويه قلنا احنا عندنا الخامه وعندنا اللعيبه وعندنا الرجاله اللي تقدر ان هي تحقق اي حاجه. ممكن يلعب بيه الماتش الجاي اساسي الاداء اللي ظهر بيه حمدي فتحي؟ لا ما اظنش، يعني علي لا حمدي فتحي مش محمود وحيد، حمدي ممكن ممكن بالنسبه كمان بعد الاصابه بتاعت كريم نيدفيد ممكن يبقى له تواجد. طب لو هتتكلم عن الدور لكل يعني بالمره يعني اكمل جزء اللي اتكلمت فيها كابتن حسين، فكره التشكيله اللي ممكن يلعب بيها والزياده العدديه، هو بس معلش قبل التشكيله اللي هي الحته اللي هي بتاعت المتغيرات، ان انا بلعب على عامل نفسي او بلعب على حاجه فنيه في الملعب، ان انا اقدر احجم مثلا، بمعنى انا عندي راجل زي ما بنقول مثلا فلنفترض رمضان راجل مهاري لو هيلعب مثلا على الباك رايت في البدايات ممكن المدرب روح للراجل بالكوره، خد الكوره وروح للراجل اشتغل معاه مهاري، يا اما هتفوت يا اما انا عايز في العشر دقائق في الربع ساعه الاولانيه الراجل دوت مثلا يحصل على انذار. انت واخد بال حضرتك معايا انه بعد كده الراجل بيلعب على تفاصيل صغيره بالظبط، بعد كده الراجل دوت وهو داخل معاك ليه حلين، يا اما زي ما بنقول بلغه الكوره هيبقى في حته غشم وهيخش ممكن يطرد، يبقى انا عملت زياده عدديه، انا بلعب بقيه المباراه انا زياده لاعب، دي حاجه. الحاجه الثانيه يا اما هيبقى وهو داخل عليا في تحفظ، ولما هيبقى في تحفظ المهاره هتكسب اكيد، واخد بال حضرتك ازاي؟ يعني في جزئيات وفي تفاصيل صغيره
اكيد هم طبعا ادرى وقايلين للعيبه حاجات كتيره الكلام ده كله، ان انا ممكن العب بزياده عدديه، انا العب من بدايه المباراه العب على حاجه زي كده. وارد ان انا لو هم لعبوا 10 او نص ساعه او اول ثلث ساعه او ايا كان، او حتى الشوط، ان انا العب 10 لعيبه، انا عايز احقق هدف معين، انا عايز اجيب اسكور، انا عايز اجيب اهداف كتيره. ده ممكن يبقى حاجه سبيل من السبل ان هي تقرب لي المسافه شويه، او بزبط. تقرب لي الوضع شويه. طبعا بغض النظر عن الاسلوب اللي هيلعب بيه الفرقه او الطريقه او الكلام ده كله. طيب يعني دي وجهه نظري انا في يعني حاجه ممكن تبقى في الاذهان، في الاذهان بالظبط كده اهوت للجهاز، ان احنا ممكن نلعب زياده عدديه على الفرقه اللي احنا بنلعبها. طيب لو هتضع التشكيل، وجهه نظرك التشكيل بالطريقه المعتاده 4 2 3 1، ولا كان في وجهه نظر بتتكلم في 3 4 1 2؟ وجهه نظرك الانسب بالطريقه اللي احنا واخدين عليها اللي احنا بنلعب بيها. ممكن تكون دي عملت برضو، احنا لما غيرنا طريقه اللعب في المباراه الاولانيه حصلت برضو، يعني معلش برضو حته الحفظ والكلام ده كله ممكن تكون ما كانتش هي وجهه نظر قبل المباراه بتقول ان هي صائبه، عشان ما حدش بس يقول ان الراجل اخطا او لا، وجهه النظر ان الراجل كان عايز يامن في نص الملعب ثلاث ديفندرات. اي حد هيجي قبل المباراه هيتكلم وجهه النظر صائبه وبشكل كبير، ان الاداء بقى حصل فيه دروب او في حاجه، واخد بال حضرتك، دي حاجه تانية. انما انا بشوف ان احنا ان شاء الله بامر الله نلعب بالاسلوب اللي النادي الاهلي متعود عليه، احنا بقالنا سنتين بنلعب 4 2 3 1 واخد بال حضرتك، فالاسلوب اللي احنا بنلعب بيه ده واللي اللعيبه حافظاه بشكل كبير وبقالهم مده كبيره بيلعبوا بنفس الاسلوب دوت، انا بفضل ان احنا نلعب بنفس الاسلوب. تمام. طيب في نقطه ايجابيه برضو بنتكلم فيها وقدامنا على الشاشه، وليد ازارو في مباراه الامس، وليد احرز هدف بعد غياب حوالي 96 يوم عن التهديف. اخر هدف لوليد ازارو كان يوم 4 يناير امام بيراميدز في الدوري العام، ومن ساعتها يمكن في صيام عن التهديف تماما بالنسبه لوليد ازارو. هو ليه ظروفه معلش، عشان برضو ان هو جت فتره طويله ان هو الاصابه بتاعته يعني هو مش بيلعب وما هدفش. لا كان غايب بسبب اصابه، بس بالزبط. عشان فكره الفورمه البدنيه والفورمه بالزبط. الفنيه كان الجهاز الفني كان شايف ان مروان محسن ماشي بشكل كويس، فكان بيبدا بمروان، وفي وقت معين كان بينزل وليد ازارو في الشوط الثاني. لكن فكره الناحيه اللي انا عايز استغل بس الجزء الايجابي في ان وليد ازارو احرز هدف امبارح، عامل نفسي بالنسبه له كويس جدا جدا بالظبط كده. طبعا ان هو احرز هدف دي ترجع له ثقته في نفسه، واخد بال حضرتك. طبعا الهداف او اللعيبه اللي هي بتلعب في مركز راس الحربه ديت، لو غاب عن التهديف مهما ادى اداء كويس واخد بال حضرتك، بتبقى الامور بالنسبه له صعبه غير اي لعيب تاني. اللعيب اللي في نص الملعب او الديفندر او اللي في خط الظهر او الكلام ده كله بيختلف اختلاف كلي وجزئي بالنسبه للعيب الهداف. اللعيب الهداف راس ماله انه بيحرز اهداف، انه بيجيب جول بغض النظر عن اداؤه ايه، ممكن يبقى اداؤه وحش بس بيعرف يجيب جول. دي بالنسبه له العامل النفسي كبير جدا. ممكن يبقى بيأدي كويس بس ما بيجيبش جول، يحس ان هو قصر في المهمه بتاعته او المهام بتاعته، واخد بال حضرتك ازاي؟ فعشان كده من المكاسب بتاعه المباراه بتاعه امبارح ان وليد ان هو احرز هدف، دي حاجه كويسه جدا جدا بالنسبه لوليد وبالنسبه للفرقه طبعا. والشيء برضه اللافت للنظر ومحدش خد باله منه كتير، لما وليد احرز الهدف انا شايف كل او معظم اللعيبه اللي بتهنيه اللي كانت على الدكه، يعني زي ما يكون اللعيبه حاسه ببعضها بالظبط. يعني بقول لحضرتك اللعيب الفيرود دوت او اللعيب اللي هو المهاجم او الاسترايكر زي ما بيقولوا، راس ماله التهديف. لازم ان انا كل ما ببعد عن الجون او ببعد ان انا ما بجيبش جوال بفتره كبيره او بفتره طويله، تاثر فيا طبعا عمليه نفسيه، تاثر فيا كتير. ايجابيات مباراه الامس فيها حاجات كتير تتقال. طبعا اولا انت بتحقق الهدف اللي هو بعيدا عن المباراه الافريقيه، انت بتحقق هدف انت بتسعى له، او البطوله اللي انت دايما بتنافس عليها او بتحرزها او بتسعى لها دايما، بطوله الدوري العام، ان انت لما بتكسب واخد بال حضرتك دي حاجه كويسه جدا. الحاجه الثانيه ان احنا في لعيبه كتيره جدا كانت بعيد عن المباريات بدات ان هي بتشارك، وبتشارك بشكل ايجابي وبشكل كويس واخد بال حضرتك. ف من المكاسب بتاعتها كمان قبل المباراه اللي هي بتاعه سان داونز ان شاء الله يوم السبت ديت، ان انا عندي كمدرب او كجهاز عندي وفره كبيره جدا في اللعيبه اللي موجوده معايا، بدل ما يبقى عندي يعني جت علينا فتره طويله قوي لما كان عندنا عدد كبير جدا من الاصابات، كانت العمليه محدوده، كانت بتبقى مقتصره على عدد معين من اللعيبه،
فدي بتبقى صعبه جدا كجهاز فني ان انت في عمليه الاختيارات او الكلام ده كله، او ان انت عايز تنفذ حاجه جديده، او ان انت عايز تعمل حاجه جديده، بتبقى الامور صعبه شويه. انما لما تبقى القماشه عندي كبيره وعندي عدد الاختيارات كبير جدا، بتسبب لي ارتياحيه كبيره بنسبه كبيره جدا كفكري انا كمدرب، وسيناريو اللي انا بحطه للمباراه، واخد بقى حضرتك، ان انا بيبقى عندي بدل سيناريو 2 و3 و4، واخد بقى حضرتك ازاي. فانا بشوف ان المباراه بتاعت الاتحاد والمباراه بتاعت المقاصه يعني اثروا بشكل كبير جدا ايجابي بالنسبه للعيبه وبالنسبه للجهاز. طيب مشاركه رمضان صبحي في مركز الهاف رايت، ويمكن رمضان من اللعيبه اللي دايما بيميل للعب ناحيه الشمال، بس انا شايف ان الاسارتي بيدفع برمضان ناحيه اليمين، انه بادئ باجايه دايما في ناحيه الشمال، لان هو شايف دايما يا اما ازارو او مروان محسن هو اللي يكون راس الحربه السريع. دفع برمضان في مركز الهاف رايت او الناحيه اليمين، شايفها بتفقد قوه كبيره من رمضان ولا وجهه النظر الفنيه في الجزئيه دي ازاي؟ انا من امبارح بحاول افهم الفكره نفسها، انك بتلعب برمضان ناحيه وهو بيحب اكتر يتحرك بشماله، والناحيه الثانيه في اجايه بخلاف وجود ازارو او مروان محسن كراس حرب. هي المشكله ان انت عندك الاثنين مميزين جدا في حته الشمال، ان كان اجايه او رمضان، فمش عايز تفقد الاثنين. انت مش عايز تفقد الاثنين، الاثنين بيأدوا بشكل كويس جدا. وفي نفس الوقت ممكن تبقى عامل تكتيكي برضو انت كمدرب، ان انت بتحط رمضان هنا وبتحط اجايه هنا، واخد بقى حضرتك، زي ما احنا بنقول كده، لو كتدريب، لو انا الامور بالنسبه لي ماشيه على انا 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 بلغه الكوره، انا راكب الباك رايت او انا راكب الباك ليفت، في كمل وامشي. حصلت الامور ان المخرجين بتوعي من بره مقفولين، او الامور مش سهل عليا جدا ان انا بقلب، بيبقى رمضان الناحيه الثانيه واجايه برده يجي ناحيه اليمين، لان اجايه برده بيجيب برده ناحيه اليمين بيلعب برده. بس المشكله معلش اللي هم مميزين قوي قوي في الحته الشمال، بس اجايه فانا عايز استفاد بالاثنين. بس اجايه دايما تلاقي اخترته جوه الصندوق، جوه منطقه 18، لما بيكون راس حربه صريح مش على الطرف. بحس ان اجايه بيفقد قوته او امكانياته او حتى احساسه بالكوره لما بيميل على الطرف. لا بالعكس، ده اجايه في لما كان يعني قبل الاصابه، او لما كان في موجود في حته ناحيه الشمال دي قبل ما يجي رمضان كمان، وكان متالق بشكل كبير جدا، كان من ناحيه الشمال ديت. اجايه بيعرف يقف على الكوره كويس جدا، وبيعرف يجي بوشه، واخد بقى حضرتك ازاي؟ يعني غير ان مثلا غير مروان، يعني هو عكس مروان ممكن يستلم يبقى محطه. بالظبط. اجايه لا، اجايه يستلم ويعرف ان هو يروح بوشه كويس وبشكل كويس، واخد بقى حضرتك. فانا بشوف ان 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 ان, إن, إن المشكله ان الاثنين في مكان واحد وهم مميزين في المكان. فان انا بنقل واحد من هنا وواحد هنا، انا عندي يعني عندي سلاحين كويسين جدا. انا ممكن اي مدرب تاني يجي يقول لك ايه، انا اقعد واحد واخلي واحد بيلعب، واخد بحضرتك. لا، انا لما يبقوا الاثنين موجودين، الاثنين قوه وقوه كبيره جدا، لما بيبقوا في حالتهم يفرقوا مع اي حد، ويفرقوا مع النادي الاهلي بشكل كبير جدا، فهو عايز يستفاد بالاثنين. تمام. فهي من ناحيه التكتيكيه انا بشوفها حاجه كويسه، لان رمضان كمان في الحته اليمين دي ماشي كويس. يعني امبارح عامل كوره، يعني كرة جميلة بصراحة، اللي هي بصراحة يعني لو كانت اتفنشت كمان بهدف كانت اتبروزت، بس احيانا بشكل افضل واحسن. يا كابتن حسين بالظبط، يعني في مواقف بتحتاج فيها القرار يكون سريع. بالظبط، ما انا بقول لحضرتك، لو كانت هي بقى كرة بالشكل ده واتفنشت بهدف، كان وجهة النظر او الكلام في الـ في الـ في الـ في, الـ في الموضوع دوت كانت هتختلف شوية. يعني لو كانت اتفنشت جت جول الكرة، كان هيبقى شكلها اتبروزت احسن. يعني اللي هو عمله رمضان ده كان هيتبروز بشكل افضل. بالظبط بالظبط كده. بالظبط كده. طيب النهارده الخميس، المباراه يوم السبت، هو طبعا الشغل الفني لا بديل عنه، والشغل الفني ده شغل طبعًا مهم جدا، التحضير والمحاضرات والتكتيك والفنيات طبعًا، ده حاجه مهمه من اي جهاز فني. لكن دايما بشعر كده ان المرحله دي مرحله شغل نفسي، وكان مانويل جوزيه دايما حتى في الفتره اللي كنت بشتغل فيها او بغطي فيها اخبار النادي الاهلي، فتره مانويل جوزيه مع الجيل اللي حقق بطولات عظيمه في سنوات طويله خلال الحقبه من 2004 لغايه 2013، كنت بلاحظ ان حتى مانويل جوزيه لما كان بيخسر مباراه او بيتعادل مباراه افريقيه مهمه او مصيريه، على مدار الاسبوع وعلى مدار التحضير للمباراه الثانيه كان الشغل النفسي اكتر، التصريحات رايحه في اتجاه نفسي، الصوره اللي عايز يصدرها للاعلام او اللي عايز يصدرها للمنافس ناحيه نفسيه يضغط بيها على المنافس، فكان حتى الشغل الفني ليه جوه الملعب، بس كان دايما بيحب يتعامل بجزء نفسي اكبر. العامل النفسي في كره القدم
جزء لا يتجزا من الجزء الخططي او المهاري او عنصر مهم جدا وساعات بيسبق بشكل كبير جدا الجزء الخططي او الجانب الخططي. بمعنى انت بتهيئ لعيبتك نفسيا كويس في وقت من الاوقات. احنا بنقول في الكوره يعني نتكلم بلغه الكوره شويه معلش، انا ممكن ما تبقاش ماشيه معانا كوره، المدرب ممكن يديك كل حاجه في الملعب، ممكن يديك ممكن يديك عنصر مهاري، ممكن يديك عنصر بدني، ممكن يديك عنصر خططي، انما الروح والقلب والعزيمه والاصرار ان انت تحقق الهدف المدرب مش قادر يديها لك بشكل كبير الا اذا كانت نابعه منك انت. تمام. فبشكل كبير جدا المدربين دايما لما بيجي يتكلم بيتكلم مع العامل النفسي اللي هو بيوصلك للقتال في الملعب، ان انا بحارب في الملعب عشان ان انا اقدر اوصل للهدف وان انا احقق الهدف. فانت بتشتغل على العامل النفسي دوت ان انت بتهيئ اللعيبه بغض النظر عن اي حاجه، بتشيل عنهم لو في ضغوط او في اي حاجه بتحاول ان انت تشيلها بتنزعها من اللعيبه بشكل معين، ان هو ينزل الملعب اللي هو زي ما بنقول ان هو ايه في يومه فايق، حالته النفسيه والذهنيه صافيه، انا مش عايز احط عليك ضغوط، انا بهيئك ان انت بتنزل بتقاتل بتحارب عشان تحقق هدف معين، واخد بال حضرتك ازاي؟ فانا مش عايز اللي هو التوتر بقى اللي احنا زي ما بنقول كده ان في ناس بتصدر لك طاقه غير ايجابيه. فانا عايز انزع منك الكلام ده كله، عايز ابعدك عن السوشيال ميديا، عايز ابعدك عن جرايد، عايز ابعدك عن اي حاجه تانية، انت تركيزك وذهنك كله يبقى صافي وقت المباراه ان انت بتادي باحسن شكل ليك سواء ذهني او بدني او فني او خططي، واخد بال حضرتك ازاي؟ فالجزء النفسي ده او العامل النفسي في كره القدم جزء مهم جدا جدا جدا، فلازم ان انا بهيئ لعيبتي انها تنزل المباراه اللي هو زي ما احنا بنقول كده صافي الذهن، تركيزك مليون في الميه، مش 100%، مليون في الميه، مليون في الميه، مليون في الميه. طبعا المباراه زي ديت اولا يعني ممكن ما تمشيش معانا كوره، ممكن تقفل معانا كوره باي سبب من الاشكال، انما انا 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 اقبل ده، انما مش هقبل منك ان انت ما تقاتلش، انا مش هقبل منك ان انت ما تحاربش في الملعب، ان انا مش هقبل منك ان انت تكافح من اول دقيقه لاخر دقيقه. يعني انا ممكن اقبل ان الكوره مش ماشيه، وارد مع الناس كلها ممكن الكوره مش ماشيه، انما مش هقبل او مش هيبقى وارد ان انا الاقيك في الملعب ما بتقاتلش ما بتحاربش، لا دي مش هتبقى مقبوله ولا بالنسبه لنا كجمهور ولا بالنسبه لينا محبين للنادي الاهلي، ولا دي سمه من سمات النادي الاهلي. السمه بتاعت سمات النادي الاهلي زي ما بيقول والناس كلها عارفه روح الفانيلا الحمراء. هي روح الفانيلا الحمراء دي جت منين؟ ما جتش اعتباطا، جت من ناس قبلنا سبقونا بكتير انها بتقاتل وبتحارب على الهدف بتاعها. عشان كده النادي الاهلي الاكثر تتويجا، نادي القرن، الالقاب دي كلها ما جاتش بالكره بس، لازم يبقى عندي عزيمه وعندي اراده لتحقيق الهدف. تمام. طيب سؤال اخير اختم بيه الجزء الفني بتاع مباراه الاهلي وصن داونز، اللي احنا بعد كده عندنا في فقره متعلقه بقرعه كاس الامم الافريقيه غدا باذن الله، حديث العالم كله عن بطوله امم افريقيا في مصر ان شاء الله. ان شاء الله. صن داونز النتيجه اللي حققها على ارضه من وجهه نظر الارقام او من وجهه نظر الوجهه الرقميه مش مفاجاه، لان على ارضه نسبه التهديف بتاعته عاليه، استحواذه على ارضه عالي جدا، لكن خارج ارضه واتمنى هنا الارقام يعني تبقى صحيحه بقى، يعني زي ما كانت الارقام في على ملعبه ساهمت له بشكل ايجابي، خارج ملعبه ان شاء الله تكون الارقام معبره بشكل مباشر عن النتيجه اللي هتقول ليها ان شاء الله مباراه يوم السبت القادم. خارج ملعبه لم يحرز سوى هدف وحيد، دخل مرماه ما يقرب من حوالي 6 اهداف، لم يفوز باي مباراه خارج ملعبه، خسر كل المباريات وتعادل مباراه واحده او مباراتين حتى في مباراه الدوري التمهيدي، استحواذه حتى ما بيتعداش 30-35%، يديك مؤشر مع الحماس مع النديه مع كبرياء الاهلي انك تعمل ممكن ان شاء الله مباراه مش هقول ريمونتادا رقميه بس ريمونتادا فنيه، تعمل مباراه كبيره؟ طبعا. الارقام شيء مهم في الكوره. انا هو الراجل حتى انا كنت قريت له تصريح امبارح هو بيتكلم بيقول ان احنا فوزنا قبل كده 5 تقريبا على الاتحاد الليبي، فوزنا 3 تقريبا على الرجاء، فوزنا كذا. بيقدر ان هو في ملعبه بيقدر يحرز اهداف كتير، وفي معلومه كمان الاعداد بياكد لي عليها استاذ كابتن، مش مع النادي الاهلي بس، في معلومه الاعداد بياكد لي عليها كمان والنادي الاهلي على ملعبه في بطوله افريقيا السنه دي لم يدخل مرماه اي هدف. طب ده ما انا بقول لحضرتك الارقام ده شيء كويس، يعني انا كمدرب في وقت من الاوقات انت بتيجي لما تيجي تقرا بتلاعب فرقه مثلا ما تعرفش عنها حاجات كتيره
بتجيب الجدول بتاعها او بتجيب الـ 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 الاحصائيات بتاعته وبتشوفها منها بتقدر تستشف حاجات كتيره جدا. اللعيبه ديت في ملعبها طبعا بتديني شبه صوره يعني عن الفريق ده ايه. ان الفرقه دي في ملعبها بتقدر تحرز اهداف، يبقى هم بيحضروا في ملعبهم بشكل كويس. واخد بقى حضرتك ازاي؟ من ضمنها الحاجات اللي هم عملوها ان هو عايز عنصر الجمهور والكلام ده كله، ان هم عملوا حفله وعملوا 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 حاجات كتيره جدا بيهيئوا الظروف بيهيئوا الظروف والامور لنفسهم ان هم بيعدوا جوه ملعبهم او في بلدهم بيعدوا بشكل كويس. بره ملعبهم بتبقى العمليه بالنسبه لهم بنتمنى من رب وبنتمنى من ربنا ان العمليه دي تكمل على كده. ليه؟ لان احنا بنلعب هنا في ملعبنا، احنا النادي الاهلي، كبرياء النادي الاهلي زي ما حضرتك بتقول، مع الضغط مع الروح مع القتال من اول دقيقه انا بحسس الناس ديت لا النهارده اليوم بالنسبه لكم صعب جدا جدا جدا. اللي حصل ده ما بيتكررش ومش مع النادي الاهلي، واخد بال حضرتك ازاي؟ فعشان كده انا زي ما بقول لحضرتك في البدايه لسه كنا بنتكلم في حته جزئيه يا ريت يعني ممكن تتحط في الاعتبار، ان الضغط الجماهيري بالضغط بتاع اللعيبه نفسها بالروح بان انا بقاتل ان الكوره معظم الوقت في الخمس دقائق ال 10 دقائق الاولانيين انا عايزه جوه منطقه 18 جوه منطقه الجزاء بتاعتهم، ان انا بحارب هنا بناوش هنا بحارب هنا بقاتل هنا، ان الكوره ما تبقاش معاهم بشكل كبير، اول ما في ايد الكوره لازم اقطعها تاني، لازم تبقى الكوره بحوزتي دايما، ان انا اقدر ان انا من خلالها ان انا اسبب خطوره على المرمى بتاع الفريق المنافس. واخد بال حضرتك؟ دي كلها عوامل اكيد طبعا الجهاز الفني ادرى مني واتكلم فيها. من ضمنهم الجزئيه ان انا لما بسبب عليهم ضغط، واحنا عارفين طبعا ان بشكل كبير معظم القاره الافريقيه او القاره السمراء ان خط الظهر بتاعها مهما كانت مرت علينا فرق او منتخبات بتبقى فرقه قويه، ان العنصر الاضعف عندهم دايما بيبقى خط الظهر. تمام. فاحنا لازم نستغل القصه ديت ان شاء الله بامر الله من البدايه من اول دقيقه ان شاء الله ان احنا نسبب للناس دي ضغط كبير جدا في من بدايه المباراه. متفائل؟ والله متفائل جدا كمان. مش انا بص هقول لحضرتك حاجه، انا عن نفسي بتمنى من ربنا زي ما قلت لك في الاول، انا عايز كل لعيب والجهاز والجمهور، الجمهور بغض النظر عن النتيجه ايه، الجمهور بيسقف لك بعد المباراه وانت خارج راسك دي مرفوعه هنا، لان النادي الاهلي ده كده بالظبط. ده اللي انا عايزه وده اللي بتمناه من ربنا بغض النظر عن النتيجه، النتيجه دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى، ممكن تأدي كويس جدا وتضيع وتعمل والكلام ده كله، ممكن كل شيء وارد في الكوره، ان انا بتمنى من ربنا ان انا في الاول وفي الاخر ان انا اخرج راسي مرفوعه، لان النادي الاهلي ده كده لازم راسك تبقى مرفوعه باذن الله دايما ان شاء الله بامر الله باذن الله دايما على طول باذن الله. طيب احنا ده حديث كان مهم جدا على مباراه الاهلي وسان داونز، لكن بالتاكيد برضو عندنا اطلاله على قرعه كاس الامم الافريقيه غدا ان شاء الله تقام في الاهرامات، وبالتاكيد العالم كله بينتظر هذه القرعه لاول بطوله افريقيه بتقام بمشاركه 24 منتخب وبتنظمها مصر ان شاء الله في الفتره من شهر 6 الى شهر 7. نخرج لهذا التقرير تعليق صوتي على حفل قرعه امم افريقيا غدا والمستويات بدءا من المستوى الاول حتى المستوى الرابع والمنتخبات المشاركه في هذه البطولة، وبالتالي دخول عدد جديد أو عدد من المنتخبات المشاركة لأول مرة في كأس الأمم، ثم نواصل الحديث مع كابتن حسين شكري بعد هذا التقرير. تتجه أنظار عشاق ساحرة المستديرة وجماهير كرة القدم العالمية يوم الجمعة صوب منطقة أهرامات الجيزة الأثرية السياحية الشهيرة في مصر، وذلك من أجل متابعة قرعة نهائيات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019. وتحتضن مصر نهائيات النسخة المقبلة من البطولة الإفريقية العريقة للمنتخبات خلال الفترة من 21 من يونيو وحتى 19 من يوليو المقبلين، بمشاركة 24 منتخبا لأول مرة في تاريخ النهائيات الإفريقية. ضمت قائمة المنتخبات المتأهلة للبطولة كل من مصر، السنغال، مدغشقر، المغرب، الكاميرون، مالي، بوروندي، الجزائر، نيجيريا، غينيا، كوت ديفوار، أنغولا، موريتانيا، تونس، غينيا بيساو، كينيا، غانا، ناميبيا، أوغندا، زيمبابوي، الكونغو الديمقراطية، بنين، تنزانيا، وجنوب إفريقيا. وجه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم دعوة لكوكبة من أساطير القارة السمراء السابقين من أجل المشاركة في فعاليات القرعة، على رأسهم المغربي مصطفى حجي، السنغالي الحج ضيوف، النيجيري إيمانويل أمونيكي، الكاميروني صامويل إيتو،
الإيفواريين يايا توري وديديي دروبا، بالإضافة إلى نجوم الفراعنة السابقين في البطولة وائل جمعة، أحمد حسن، حازم إمام، محمد أبو تريكة. على الصعيد الرسمي يحضر فعاليات القرعة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، والسويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، أحمد أحمد رئيس الاتحاد الإفريقي للعبة، هاني أبو ريدا رئيس الاتحاد المصري. القيادة السياسية في مصر تولي بطولة الأمم الإفريقية اهتماما كبيرا من أجل خروجها على أفضل شكل ممكن يليق باسم مصر وتاريخها الكبير على صعيد القارة وسيادتها الكروية لإفريقيا. كأس الأمم الإفريقية تاريخ طويل من السحر والإثارة والجنون في قارة يتنفس سكانها كرة القدم ويعشقونها بشكل جارف. لا شك أنها في مصر التي تعد قبلة إفريقيا ومهد الكرة بالقارة السمراء سيكون لها بريق خاص وإثارة غير محدودة. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما سمعنا في هذا التقرير المستويات وقرعه كاس الامم الافريقيه ان شاء الله بمشاركه 24 منتخب غدا باذن الله تحت سفح الاهرامات. هذه البطوله اللي بالتاكيد الكل بينتظرها على حر من الجمر، ان بالتاكيد هيبقى فيها مستويات فنيه مختلفه، مش عشان في 16 فريق بقى 24، لا، الفكره ان في منتخبات جديده ظهرت، الفكره ان حتى المستويات التصنيف النهارده لما اتعمل يعني فيها تساؤلات كتير، وانا اسال فيها حتى الكابتن حسين. يعني كابتن حسين، التصنيف الاول مصر بما انها البلد المضيف، الكاميرون الحائز على اخر بطوله، السنغال، تونس، نيجيريا، المغرب. التصنيف الثاني الكونغو الديمقراطيه، مالي، كوت ديفوار، الجزائر، غانا، غينيا. التصنيف الثالث جنوب افريقيا، اوغندا، بنين، موريتانيا، مدغشقر، كينيا. التصنيف الرابع زيمبابوي، غينيا بيساو، ناميبيا، انغولا، تنزانيا، بروندي. هو التساؤل بس في جزئيه وحيده، يعني موريتانيا ومدغشقر اول مره يتاهلوا لكاس الامم ومحطوطين تصنيف ثالث قبل منتخب انغولا اللي في التصنيف الرابع. هو انا في الحقيقه انا مش عارف التصنيف على اي معيار، على اي معيار، واخد بال حضرتك، بس هتبقى برضو نفس القصه بتاعت اللي هي الفترات بتاعت الامم الافريقيه في البدايات، دايما هتلاقي المنتخبات الكبيره اللي ليها اسم سواء تصنيف اول او تصنيف ثاني هتفوقوا على التصنيف الثالث والرابع غالبا. يعني الخريطه الافريقيه بتتغير، التطور الكره الافريقيه في الفتره الاخيره، يعني شفنا منتخبات عملت ماتشات كويسه جدا في التصفيات، يعني شفنا جزر القمر بيحرج المنتخب الكاميروني، شفنا فرق غينيا بيساو، ناميبيا، مدغشقر، موريتانيا، حصلت مفاجآت في التصفيات. الخريطه اتغيرت يا كابتن حسين؟ طبعا، هقول لحضرتك الناس دي بدات تبص لحاجه احنا ممكن نكون بنغفل عنها واحنا مش واخدين بالنا منها. معظم الدول اللي هم الصغيره في الكوره الكلام ده كله بداوا يصدروا لعيبتهم وهم صغيرين يخرجوهم بره، فدي عملت طفره كبيره جدا. هم ما عندهمش الامكانيات او ما عندهمش الادوات اللي هي تعمل قاعده بالنسبه لهم او قاعده ناشئين او قاعده كبيره تصدر للمنتخب الاول لعيبه مميزه، فبداوا يعملوا ايه؟ انا ما عنديش بنيه تحتيه تقدر ان انا تستوعب الكلام ده كله، فبدا ان هم الاولاد اللي هم اللي عندهم صغيرين من خلال اكاديميات صغيره والكلام ده كله، ان هو بدا ان هو يخرج الناس دي بره. فلما هيخرج الناس دي بره الناس دي هتتعلم كويس، فلما هتعود بالفايده المنتخبات بتاعتهم على بلادهم بشكل كبير. فاحنا لازم ناخد بالنا من النقطه ديت برضو، ان هم بداوا يعني سواء تنزانيا دي انا اعرف ان هم يعني بيروحوا اسبانيا، بيروحوا حتى كان في لقاء مع رئيس الاتحاد بتاعهم امبارح، في منشآت معمولة عن طريق الاتحاد الدولي بالنسبة لهم، بدأ بيروح هو قريبين من الجزائر ومن من السنغال تقريبا، بيروحوا السنغال، بيروحوا الجزائر، بيروحوا اسبانيا، واخد بال حضرتك ازاي، بياخدوا الولاد الصغيرين دول بيطلعوا يعملوا معسكرات كمان بره. فإن هم يتجهوا للفكر ده او للكلام ده كله، لا، الناس بتحط نفسها على طريق صح. فاحنا كمان لازم ان احنا نبقى واخدين بالنا كويس جدا من الـ من الـ من الـ من الـ من الـ من الكلام دوت، ان الناس دي بتتطور بشكل كبير. البلاد دي او البلاد اللي احنا بنقول اسمها صغير في الكوره والكلام ده كله، لا، احنا السنه اللي فاتت احنا لما وصلنا كاس عالم احنا كل الناس قبل ما ما, ما, ما اي حاجه المنافس بتاعنا غانا ما كانتش المنافس بتاعنا، كانت اوغندا، واخد بحضرتك. فلازم ناخد بالنا من الكلام ده كله والتفاصيل دي، يبقى في دقه كويسه جدا في الحسبه بتتغير، او الكوره ما بقاش فيها كبير وصغير، الناس التانية بدأت تفكر ان هي ازاي تتطور.
تمام. احنا لازم نبقى برضو على دراية بالكلام ده كله، واللي حوالينا والبلاد الأفريقية والكلام ده كله، نبقى احنا عارفين الناس دي رايحة فين. تمام. ما تغركش اسم البلد ايه. عموما بكره ان شاء الله القرعه هتكون موجوده والناس كلها هتعرف المنتخبات اللي المشاركه ومين وقع مع مين. هيبقى ان شاء الله بكره في 6 مجموعات، كل مجموعه فيها 4 منتخبات، سيتاهل الاول والثاني وافضل نتائج لاربع منتخبات في المركز الثالث لتكتمل الصوره بالنسبه لمباريات دور ال16. ومن هنا بقى تبدا مباريات البطوله، مباريات دور ال16 هي اللي هتكون بشكل حاسم شكل البطوله والمنافسين والمرشحين اللي ترشحوا قبل انطلاق البطوله مين، ومن دور ال16 نقدر نشوف الخريطه بقى في الكره الافريقيه رايحه ازاي خلال الفتره القادمه. يا كابتن حسين، بص حضرتك، احنا بنتمنى من ربنا ان احنا ناخد الموضوع تدريجي، يعني لو القرعه تخدمنا خطوه خطوه. اه بالظبط كده، ان احنا نطلع يعني بالمستوى او نطلع نخش البطوله واحده واحده، يعني مش عايزين ان احنا نخش البطوله بشكل كبير جدا وبعد كده وقت نستنزف كل طاقتنا للادوار اللي هي اللي بعد كده. تمام. ولازم برضو حاجه زي ما احنا كنا بنتكلم مع حضرتك شويه من شويه دلوقتي، ان احنا ناخد بالنا لو جت معانا فرق صغيره ناخد بالنا كويس جدا ونديهم اهتمامهم ونديهم الوضع بتاعهم، لان فعلا الدول الصغيره دي يعني بقت ممكن تبقى ما عندهاش حاجه تبكي عليها تعمل الافضل. وخلي بالك برضو دايما الصغير دوت هو مش هيكبر الا في وجود كبير، يعني انا عشان العب مثلا منتخب مصر او العب المغرب او الكلام ده كله، انا عايز حدث زي دوت هو اللي هيلمع، هو اللي هيبقى بشكل كبير. انا كلاعب وانا لسه صغير والكلام ده كله، لما بلعب النادي الاهلي او بلعب نادي الزمالك او الكلام ده كله، هو دي الفاترينا بتاعتي، البرواز بتاعي، اكيد ان 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 انا اقدم حاجه كويسه جدا او حاجه فوق المتوقع عشان ان انا اظهر فيها. تمام كابتن حسين، شكري، نورتني وشرفتني، واتكلمنا عن مباراه الاهلي وصن داونز، بالتاكيد هي المباراه الاهم في التوقيت الحالي. طبعاً. واطلاله كده سريعه على قرعه امم افريقيا غدا باذن الله، وكل التوفيق ليك يا رب في قطاع الناشئين والبرامج خلال الفتره القادمه. متشكر، ربنا يخليك، وانا ليا الشرف طبعا ان انا اكون متواجد، واتمنى من ربنا ان شاء الله باذن الله ان يوم السبت ان شاء الله باذن الله ان بغض النظر عن النتيجه وبغض النظر عن اي حاجه ان النادي الاهلي تفضل برضو راسه مرفوع لفوق ان شاء الله باذن الله. طول عمرها راسه الاهلاويه دايما مرفوع على طول ان شاء الله. باذن ان شاء الله. شكرا جزيلا كابتن حسين، كانت فقره فنيه مهمه جدا اتكلمنا فيها مع احد نجوم النادي الاهلي اللي عايش في النادي الاهلي وشاف اللحظات الصعبه واللحظات اللي فيها تتويج وفرحه، ازاي بيعيش اللحظات دي، وفي نفس الوقت تقييم والرؤيه الفنيه للاحداث القادمه. لكن الفقره الاخيره فقره مهمه جدا، لان بالامس كان في تتويج كبير في صاله الامير عبد الله الفيصل لفريق الكره الطائره رجال، حققوا البطوله الافريقيه للمره ال14 في تاريخ النادي الاهلي وللمره الثالثه على التوالي خلال السنوات الاخيره، وبالتالي انجاز طيب جدا سواء على التنظيم او حتى على المستوى الفني. بشكر الكابتن حسين، لكن الفقره القادمه مهمه جدا هنشوف فيها تقارير مميزه واخر الاجواء اللي كانت فيها هذه البطوله الافريقيه للكره الطائره رجال واللي نظمها النادي الاهلي خلال ال10 ايام الاخيره على صاله الامير عبد الله الفيصل.